متتبعي قناة انفاس بريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كاسا سيتي. في هذه الحلقة هذه نستضيف السي علي رضوان، رئيس جمعية أصدقاء وأباء وأطفال المعاقين ذهنيا بمدينة الدار البيضاء، من أجل مناقشة الوضعية التي عرفها الملف تاع الإعاقة بصفة عامة، سواء كانت إعاقة ذهنية أو إعاقة حركية، ولزنا عليهم مثال الذين يعانون بأمراض مزمنة لبعض تهم تدخلهم في مجال الإعاقة. السي علي مرحبا بك. شكرا جزيلا على الاستضافة أستاذ. يعني قاعدة أو العادة تاع المعاقين على مستوى مدينة الدار البيضاء تتسع، يعني بدمج ولا يعني إضافة الناس اللي يعانوا تم الأمراض المزمنة، لا خدنا صارت نار، خدنا يعني الناس يديروا الدياليز وهذا. بالنسبة لك أنت، واش كاينة شي سياسة عمومية على مستوى مدينة الدار البيضاء لتستجب للمتطلبات تاع الفئة العريضة تاع المعاقين على مستوى مدينة الدار البيضاء؟ أولا بلي نهضروا واش كاين، لأنه الطلب كاين، عدد الأمراض تتزاد كل سنة، لانه هاد القضية ديال الإعاقة كيفما كانت دائما تجي من عند الناس اللي ما فحالهمش، الناس اللي ما عندهمش الامكانيات باش يديروا يمشيو عند الاطباء باش يتبعوا بطريقه علميه باش يعرفوا اش من نوع الاعاقه وقبل الاعاقه. اذا هذا الشيء تيتزاد كل سنه، نقول لك بكل صدق انه هذا الشيء غادي يتزاد. والسياسه اللي يهضروا على السياسه العموميه اللي نهضروا عليها لا زالت بعيدا البعد عن تسوية الوضعية ديال الإعاقة بصفة عامة. لأنه هاد الإعاقة كلها ملي تنجيو تنلقاو جل الإعاقات، جل الإعاقات. أنا أشتغل وأعمل في إعاقة ذهنية اللي هنا نحن عندنا بها علاقة كبيرة، وعندنا عشنا معها مع بنتي مثلا، يعني عشنا هاد الإعاقة، يعني عشنا المعاناة يعني بكل صدق. لن ماشي ما نقولش الدوله الحكومات اللي هما باقي ما وصلوش للهدف اللي خصو يوصلوا ليه في هذا الشكل ديال الاعاقه، لانه باش يكون انتماء ديال اقتصاد واجتماعي وسياسي خصنا نردوا البال لهاد الفقراء وهاد الناس، لانه هو انا نعطيك يعني بالنسبه لك حتى الساعه ما كاينش سياسه اللي تستهدف هاد الناس على المعاقين على مستوى مدينه الدار البيضاء. كاين داك الشيء ماشي ماشي هو المطلوب، لانه ما تنهضروا على سر لي اكثر. انا نعطيك متى تجي الدار البيضاء، حنا اليوم نهضروا على الدار البيضاء، متى تمشي للروضه مثلا تعطيك عقل وتتلقى 80% ديال المعاقين منهم اطفال، منهم ماشي اطفال اسوياء تيسعاو بهم وليديهم اللي تيسعاو، اشنو هذا اش تسمى هذه؟ مي تمشي للشوارع كذلك تتلقى المعاقين تسولوا بهم، هذا زعما التنميه ديال الدار البيضاء هذه ابدا. احنا هذا نزوقوا الدار البيضاء تنقولها بكل صدق، انه هذا المنتخب هنا تنهضروا على واحد 160,000 حسب يعني الاحصائيات، 160,000 تاع المعطيات اللي تتقول بان 160,000 تاع المعاقين ديالنا على المستوى ديال الدار البيضاء. والله شوف نقول لك واحد القضيه الاستاذ بكل صدق، انه هذاك الشيء اللي تيهضروا عليه ما عنديش عليه تدقيق، ولكن المنتخبين وهاد المسؤولين على الجهه الدار البيضاء باقين بعاد على على شي حاجه اللي يفيدوا بهذا المعاقين. يعني كاين مطلب بسيط بالنسبه للناس اللي تيعانوا من ذوي الاحتياجات الخاصه، هو ذاك جاري التنقل. يعني هذا المطلب البسيط يعني ما محققش على مستوى مدينه الدار البيضاء. هو هنا كاين جوج حويجات، تنقول خاص التوعيه ديال الناس، التوعيه ديال المعاق. دابا المعاق راه العائلات الفقيره تيجهلوا، تيجهل البنات تيجهلوا، تيوليو تتبان لهم ذاك الترونسبور انه حقهم. واش واحد الانسان مريض غادي يطلع بوحدو الحافله؟ خصو الكومبانيومون ديالو مرافق. شوف ثاني نعاود هذا، اذا خاص الدوله باش نقول لك حنا واش مشكل مالي. مجلس المدينه ما حلاتش هذا المشكل، واش حلات ولا ما حلاتوش مع الناس؟ عقلها وقفت احتجاجيا نصات كرفص، واش واحد غادي يجيب من سيدي مهند؟ لانه هذا اونفا هاد البلاصه بالخصوص هاد الدار البيضاء، هنا متنفس، هنا كل شيء تتحرك منه كله، كاع جميع الاعمال تيدوروا في اونفا، وهنا الضغط كثير. انا تنقول لازم من حق المغاربه كاملين الفقراء انهم يديروا يمشي حلول باش يقدروا يطلعوا
النقل العمومي فينا وحنا ما قلناش فابور. هنا كاين شي دول اخرى ايضا الناس اللي تعانوا هذوك الامراض المزمنه تيجيبوا لهم حتى السيارات تاع النقل يعني المرضى تهزو من دارو تيمشي يدير الدياليز ديالو تهزو من دارو تيمشي يدير الحصه ديالو تاع اللي مصاب بمرض السرطان. يعني متى غنوصلوا لهذا النوع تاع الخدمات؟ واش هادشي باقي احلام بالنسبه لينا واش هادشي بعيد علينا بزاف؟ اجي مؤسف. حنا دوله اسلاميه ودوله اسلاميه يعني فيها تواصل وفيها واحد يعاون واحد. والله العظيم ونبي كريم نقول لك بكل صدق حنا بعاد بزاف على هذا الشيء. راه هو كاين شي بركه كاينه تطوع مبادرات انسانيه صح. انسانيه ولكن بالمفهوم حقوقي وشي حاجه كذا الله ما كان بلا ما طلع حتى الترونسبور ديال الدوله اللي فيها 5 دراهم ولا 8 دراهم ويقول لي ما طلع شيء. وشنو اللي خاصنا باش نوصلوا لهذه المرحله هذه؟ المرحله واش هي مساله فلوس مش مساله اراده سياسيه؟ فين كاين الخلل؟ شوف انا ما انا سياسيين دابا نعطيك مثال استاذ في الانتخابات حنا في المنطقه ديال الدار البيضاء راه عندنا واحد 670 اسره تابعه لهذه الجمعيه وزيد عليها واحد 220 اللي خدامين معنا يعني اللي عايشين في هذه الجمعيه يعني واحد 250 واحد. إذا ملي تقول 700 هي تقريبا 1000 عائلة تابعة لهذه الجمعية خدامين فيها تياكلوا فيها الطرف الخاص. إلا جينا حنا في الانتخابات تسمع انتخابات ولا تسمع شي وعود تيعطيوها للمنتخبين ولكن المنتخب ملي تيجيو تيوقف ما أنا ما نلوموش لأنه علاش تلهى ملي كان تيدير انتخابات كان تيدور تياخذ دعم تيدور على الناس كذا النهار تيولي فين تيكون مسؤول تينسى ماشي تينسى ما تيبقاش عنده الوقت تيولي خدام معاه في الاداره هادي يعني ما عطيش الملف الاولويه ديالو. لا 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 نعطيك مثال ان واحد الوقت جانا واحد الدعم من عند المجموعه الحضاريه ايامات المجموعه الحضاريه 5000 درهم وبجمعيه بحال هادي اللي عندها واحد واحد الميزانيه كبيره اللي عندها دي سالير ديال 75 مليون في العام وتجيب لها 5000 درهم ديال الدعم رديناها لهم. هذه اهانه. حاليا ما تتقدموش الدعم للمجلس المدينه انتم؟ لحد الساعه ما ظنيتش ولكن داك الشيء قليل جدا. انا تنقول لك حتى داك الشيء اللي تيعطيو انا تنقول لهم غير خليوه عندكم الا كان غير داك الشيء تعطيوه اعطيوه غير واحد المواطن بسيط غادي داك الشيء يمكن يشري به. ولكن باش انتم كجمعيه تاع المعاقين الذهنيه في الدار البيضاء تدبروا الامور ديالكم الماليه؟ تندبرها اولا مع كاين جوج حويجات مهمين وما ننساهمش انه كان مبادره التنميه البشريه اللي سيدنا خلقها من اجل مساعده هاد المعوزين وهاد الفقراء وهاد المعاقين. هذا مكسب نقول لك بكل صدق هذا تنحيو جلاله الملك على هاد المبادره. وكاين كذلك التعاون الوطني في اطار الشراكه ديال دعم التكافل الفردي. هادو جوج حويجات اللي هما ان باز مبدا. من بعد كاين الموارد ديالنا اللي عند الجمعيه اللي عندها موارد كاين بعض المحسنين وكاين الناس اللي هما تيخلصوا واحد شي واحد 100 درهم كذا يعني. ولكن دائما كاين ازمه لانه بالرجوع للجمعيه انه كانت تعرضت لاختلاسات ديال واحد 3 مليار رمضان. داك الشيء اللي بقى داك الفراغ داك اللوترو اللي بقى الى يومنا هذا باقي ما تسواش. ولكن الدوله فين هي الدوله؟ علاش ما تدخلش الدوله؟ وهذا الشيء اللي الفلوس اللي مشات لنا يقفوا عليهم عندنا احكام نهائيه. ايوا هذا السيد هذا يدها 3 مليار هو يتحكم بوقوف التنفيذ. هذا حق هذا من هذا حق. اذا اليوم كاين جوج حوايج بالنسبه للحكومه تعطيكم شي حاجه؟ في اطار لا في اطار التعاون الوطني. التعاون الوطني الوزاره التنميه الاجتماعيه مع التعاون الوطني ذاك هما شركاء بجوج تيعطيو ولكن داك الشيء البعض تيتشكي من قضيه تعدد المصادر تعقد المساطير. يعني باش تاخذ 2 دراهم خاصك دير بزاف المساطير وتجري هنا وتحط هاد الوثيقه هنا ويطلبوا لك وثيقه عاوتاني وحده هنايا. شوف يعني علاش واش هادشي بصح بعداك؟ ماشي بصح ما ظنيتش واش كاين شي واحد في المغرب غادي يقول لك لا الامور مقاده. كاين معاناه ديال المساطير. حنا مع المساطير ولكن المساطير تكون خفيفه وتكون الدولة راه عندها الأجهزة ديالها تبارك الله. واحد خدام راه حنا مؤسسة. أنا ما تبغيش نعطي أمثلة بجمعية هذه راها
مؤسسه اللي خدامين فيها 250 واحد وخدامه واخده 700 دري تقريبا، وعنده لي ترونسبور على الصعيد الجهه الضربه كلها. هذه راه ولات اونتربريز بهذا المصطلح. واش الدوله ما تخلص علينا حتى الاساس؟ واش ما تخلص علينا لامو؟ واش ما تخلصش؟ واش نقول لك واحد القضيه استاذ، هذه 20 عام ما كناش نخلصوا الضرائب ديال لي فينيات ديال الطوموبيلات. هاد العام اللي فات وهاد العام قال لك تخلصوا لي فينيات. واش من السيارات اللي تنتقلوا بها الوليدات والطاكسي تعطيهم الدعم. اش ندير انايا؟ اش ندير؟ تنبيع ونشري في تنهز الطاكسي. خدمه اجتماعيه يا اخي، خدمه اجتماعيه. وانا ما فهمتش انا كيفاش هاد الناس خلاو جمعيات بحال اللي عندها. حنا نمشيو في كل حاجه بحاجه، نمشيو اللي عندها اللي تيلي بيبليك اللي عندها منفعة العامة. كيفاش تخلص الضريبة ولا كيفاش تخلص لامو؟ وشنو الدورة ديال الدولة؟ وهزي هاد الوليدات ودير لهم وقفوا عليهم. حنا كاجتماعيين كمسؤولين في الجمعية يعني الدولة الحكومة تتعامل معكم كأنكم يعني قطاع خاص تأدي واحد الخدمة لواحد الوليدات، ماشي انتم جمعية الهدف ديالها هو المساعدة تاع الوليدات وكذا. هذا الدور ديالنا هو المساعدة، ولكن في إلى المساعدة راه هذا حنا في سيرفيس ليطا. تتعطيني واحد 700 دري تعطيها لي، هذا مفروض أنه هذا ولاد الولاء ولاد الدولة. هذا تنقول لهم أنا دائما تنجبد لهم هذو مكفولين الأمة هاد الوليدات. اذا الدوله الا تن انا كجمعيه عندي البلايص، عندي المقر، عندي فين نستقبل هاد الوليدات، وتدير معايا شراكه بطبيعه الحال. انت دير معاك الشراكه دي خصك تجي واحد اللجنه في التعاون الوطني في الوزاره في وزاره الصحه في العماله، تيدير واحد بحال رخصه واش هذا المركز مؤهل باش يدير هاد الخدمه كيما بحال عاديه بحال القهوه بغا دير كذا خصها رخصه. الا تيجيو مزيان تي هاد القضيه مهمه، تيدوزو تيعطيك الرخصه ديالك واخا، ولكن جو فيها السيرفيس. انا غتعطيني الاولاد، الاولاد اللي انت مسؤول عليهم. تقول لي سيدي نعطيك هاد الدراري هادو، غادي نعطيك واحد 1000 درهم ومنافي 1000 درهم في هاد الساعه 1200 درهم كدعم شهري الواحد شهري. وتجي تديرو هما تيجيو تيديرو واحد التقييم، ماشي حنا تيجيو عطيونا غير لائحه الاطفال فقراء اللي ما عندهم يعني اللي باينين بالشواهد ديال الطبقه الاداريه وكذا مسائل القانونيه، تدفع عليهم تيدير واحد الدعم مالي. هما تيجيو تيعيطوا لنا تنديروا معاهم اتفاقيه ماشي مشكل. حنا فين تنوحلوا؟ حنا فين؟ هذا هو المربط الفرس. واخا نبغيو نزيدوا لقدام نزيدوش، لانه علاش؟ عندنا مشاكل ماليه، عندنا مساطير معقدة عباد الله. أنا قبيلة ملي كنت معك تنقول لك كانوا الوزارة قبل كانت كانوا الوزارة قبل تيعطيوك الدعم وتيتحاسبوا معك في الأخر. المهم هذا الدعم اللي تيعطيوك يمشي في اتجاه الوليدات، يمشي في الأطر التربوية، يمشي في المازوت، يمشي في الماء ولا يمشي في الضوء ولا أي حاجة مشى، وفي الأخر تنقول لك أعطيناك ما يفيد 300 مليون أعطينا فاش مشات بالرابور ديالها بكذا كذا. هاد الناس دابا اليوم لا وجاو هاد الناس، ماشي قبل تهضرك على الحكومة تاع العدالة والتنمية. العدالة والتنمية مع الأسف جاو صلحوا عوروها في واحد الجهة، داروا أنه زيرو وكل هذا يقول لك واحد خلصوا 10 شهور، واحد خلصوا 11 شهور. كيفاش ندخل انا في هذا العمل؟ واحد خدام معايا ونخلصوا 10 شهور، ولا واحد الشيفور ما نعطيهش شهر 8، واحد شي حسابات ما عندها علاقه بالحكومه. لو بغينا نشرحوا الناس كيف فين تتكمل التعقد تاع المصادر، اش يطلبوا منكم بزاف؟ الوراقي كذلك، شي غير الوراقي. هذا الوراقي انا نعطيك مثال بسيط. مثلا انا نعطيك مثال حي. هذا دابا باقي حنا هذا الاسبوع تيقول لك حكا كتب لنا قال لك عطيونا الاوراق ديال لي فاكتور الاصليين. انا اخويا راه ما عطيكش لي فاكتور الاصليين، نعطيك لي فاكتور فوتوكوبي فاكتور ندير لها مطابقه الاصل. جي انت كتعاون الوطني جي شوفهم صوب بلاصه وفيزيهم، انت شغلك هذاك. عطيتك ان رابور ديال ان كوميسور كونت ولا شي واحد نوي، نعطيك انا فاكتور الاصليين. هو اللي هي تنقول لك واحد عطيني كارت ناسيونال ديالك انت وتبقى عندك كوبي، اش غندير بها؟ ملي تجينا لا كور دي كونت انا غتقول لي الاصل، نقول لها عطيهم علاش غتعطيهم؟ لا اذا هذا خارج القانون. انا نقول لك دابا هذا ماشي هذا تعقيد المصادر.
اهداف مثال تقول لي المازوت مثلا غادي نعطيك فيه 10 مليون وانت المازوت تخسر فيه 60 مليون هذا حق هذا ماشي تصهير ماشي علاش تقيدني بهذه العمليه علاش خليني نقول المازوت وخلي لي نتحاسب انا وياك ما دابا دابا هنا باش نقول لك هنا كاين اشكال يعني انتم تحسوا بان الحكومه ولا المجالس المنتخبه ما تتعاونكمش بالعكس يعني تتعقد عليكم الامور بدا تيعيطوا علي غير ملي يكون عند جوج يخليكم على في الثقه راه مزيان شوف ملي يكون عند شي واحد شي واحد مريض عنده يعني اعاقه كذا هذيك الساعه تيكون دي زانترفونسيون الو فلان الله يرحم باك عندنا هذه هي الخلاصه ولكن انا تنتمنى من القلب ديالي انا من انا اليوم لا اعاتب حتى واحد لانه تنعرفوا انه البلاد اصل البلاد لها ملكه لها يعني كومون ندير ماشي حكومه عندها ثوابت ديالها عندها الناس اللي خدامين وحاضرين البلاد حاضرينها هادو تيبقاو يعني تيبقاو هاد الناس ولكن تيجيك رئيس حكومه تيمشي عاود يجي واحد اخر حنا العيب انا نقول لك بكل صدق والله الا العيب غير في الحكومات وفي المنتخبين اما من تجي الخطاب دابا ملي واضح ملي تيجيك رئيس حكومه واضح في كلامه ايوا نفذ اخويا علاش ما عندكمش قولي للشعب ما عندناش الامكانيات هاد اللي عطى الله غناخذوا غير خبز واتاي هاد الناس اللي بعاد مثلا اللي بعاد كل واحد يشدوا له دابا حنا هادشي راه ما خدامش الشيء دابا حتى اليوم لا حتى في الجهه الدار البيضاء ما حد العمده ما حد العمال ما حد ما كاينش واحد التواصل كبير كل واحد موقع ديالو واخا فجت العمده تاع الدار البيضاء فتحات معكم شي نقاش ولا ما كاين ما عندناش حتى كاع ما عندناش حتى يعني انتم مركز مهم في الدار البيضاء ما عندناش حتى هي بدا غير يطلعوا علينا واش تنديروا شي حاجه ما تنديروهاش جيو عاونونا في شي حاجه رئيس الجهه تا هو ما كاين والو ما شفتهمش ما شوف انا نقول لك واش نمشيو نسعاو بهاد الدراري هادا انا ما تنسعوش بهم لانهم انا عندي مبدا حقوقي هذا حق من حقوق ديال الوليدات دابا ملي تيجيك واحد تيقول انا نعطيك مثال في اطار الدعم المباشر بالله عليك ملي تعطى الدعم المباشر لواحد الاسره شوف 2000 درهم ل 2000 درهم ما عندنا ما عرفناش شنو تيقول لك شوف هاك 2500 درهم سير شج ولدك ولا سير كول بيه ولا سير خلص من البوطاكاز كذا هذا حق هذا الدعم مرحبا هذا وكنضمن لي الحقوق الاخرى حقوقي ديال التمدروس ديال الشغل ديال الصحه هذو غير ثلاثه د الحويجات تعطي لواحد وتقول لي سير خلص على ولدك ايوا حتى هذاك اللي في المدرسة العمومية حتى هو عطيهم شي الخمسة صح حتى وكاين بالنسبة للمساهمات تاع الوليدات اللي تيقراو عندكم دابا واش كاين متهمة محددة ولا شوف أنا نقول لك واحد القضية أنا عندي واحد 75% مجانا غير داكشي ديال الدولة والباقي شوية شوية ولا البعض اللي عندهم تأمينات ولا ولكن داكشي يعني المساهمات تكون تتفاوت ولا نعم المساهمة واش محددينها ولا لا شوف مثال حكم ملي تبغي تنزل واحد كاين واحد 100 درهم 150 درهم كاين ما تيخلصهاش كاع تجمع عليه 3 شهور 4 شهور ومن بعد تيقول قدام الله غالب حنا في العام الاجتماعي حنا راه الخبز اللي عندنا شي حاجه اللي تناكلها في الجمعية تنقسموها معاهم لانه تيجيك بنادم ما واكل ما شرب الدري حنا الظروف الاجتماعيه اللي في هذه المهنه ديال السوسيال تيخصو بعدا يكون هو اجتماعي اصلا نعم خصو يبقى فيه بنادم خصو ملي يجي عند واحد يعطيه وقته خصو يحل المشاكل ديال العائلات ويحل المشاكل كذلك ديال الاطر اللي خدامين معاهم ما تيتخلصوش في وقتهم وعندك عاوتاني مشاكل ديال الاعاقه بصفه عامه اي واحد تيجي عندك تيدخل الجمعيه كذا كذا تقول لي سير بحالك انا راه ما بقاش عندي تيخصك تعطي خاطرو راه هذا هو الحس الانساني اول هذا هو الخير انا نقولها لك بكل صدق الاستاذ الشيء المغاربه الا عطيتي اللسان وعطيتي خاطرو راه سديه بحوايجك شكرا سي الله يبارك فيك سي تبارك الله عليك شكرا جزيلا على قبول الدعوه شكرا كذلك على الاستضافه ديالكم مرحبا وعلى واسع الصدر ديالكم وحتى انتم تبارك الله راكم اجتماعيين ما كاينش ولا حتى تعيشوا مع الطبقه الفقيره وتتعرفوا الوضعيه ديالنا حنا كي دايره الواجب هذا متتبعي قناه افاس بريس الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.